اقوى عرض ممكن تشوفوه بحياتكم يا جماعه. حرام الغاز غليان بالبيوت، اما بالليل بوف 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 بتضلع بتضرب بالليل، حرام يروحوا خزيات على الفاضي. مني شوي روح بقى روح بقى انا الحلقه. امك يا غبي، هذه امك يا عرس، امك يا معفن، كيف تجيب الكلام هذا جنبها؟ يلعن ابو شكلك يلعن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، واليوم رجعت لكم مقطع جديد وفيديو جديد. اقسم بالله انها احسن مقدمه في العالم، لا تقول لي ان في حد بيقدم مقدم احسن من المقدمه تبعي. فاليوم انا قاعد اقلب على التيك توك، جبت لكم ازبل شخصيات ممكن تشوف على التيك توك، يعني اقدر ناس على التيك توك بيسوا محتوى جدا زباله، جبتهم لكم عشان تتفرجوا عليهم وتشوفوا كميه الغباء اللي عندهم. هذول الناس نفسه زينا، يعني ناس بشر زينا، ولا جايين من كوكب ثاني، ولا احنا جايين من كوكب ثاني عليهم، ولا ايش القصه؟ مش عارف من وين بيطلعوا هذول الناس، بيجوا لك بمحتوى زباله. يعني تخيل في واحد عامل من امه محتوى، يعني بيصور امه شوف المقطع، شوف المقطع. طبعا ونعم التربيه يا اخي، الام بتسب اكثر من الولد، يعني المفروض ان الولد قاعد يسب وامه بتقول له بطل سب لا تسب. صار العكس في عالم التيك توك، بيصير العكس، يعني الام قاعده تسب وطلع كلام ابن حرام، ابن كلب، ابن عرس. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك يعني. والولد قاعد مصدوم من امه، اصلا الولد مبسوط على امه انها بتقول هذا الكلام، وامه قاعده تجيب له لايكات وتجيب له مشاهدات عاليه وجو رايق عليها. ايش في معلم؟ بفتح بث انا وامي وينزل لنا اسدين ونهيص. بتضلك عم تاكلي، ما بتعمل شيء غير بحياتك غير عم تاكلي، ماشي الحال. شو في؟ اقوى عرض ممكن تشوفوه بحياتكم يا جماعه، حرام الغاز غليان بالبيوت، اما بالليل بوف 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 بتضلع بتضرب بالليل، حرام يروحوا خزيات على الفاضي. مني شوي روح بقى روح بقى انا الحلقه. خلينا شوي خلص. الله يقدر الله يلعنك يا اخي، ايش الام الغباء اللي فيك هذا؟ تخيل انه يعني يملى الجره من، فهمت؟ اكيد انتم فاهمين، يعني هو ودي يملى الجره من مكان حساس. المشكله وين؟ يا ريت حبيبته خطيبته امه تخيل امك. اصبح عني انا غصب اجابركم اني يكون سوري وجاي، سوري وباكله. قسما بالله كوكب الارض يستاهل صاروخ نووي يشيل الدنيا، يشيل ما يخلي فيها يا اخي ولا واحد قاعد. خلاص يجي صاروخ نووي من ابو راس تبع كوريا هذا، يطلق الزر على المكتب هذا، يفجر الكره الارضيه. سوري وباكله، خذوه يعملوا مع دويتو. سوري وباكله وفخور، فخور كتير اني انا باكله، لانه باكله بمزاجي بامتى ما حبيت باكله انا. اوكي انا نفسي اعلق، بس قسم بالله هيكون تعليق زائد 18، هيظل يقول طيي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 ي
طبعا انت بالسوري انت الاول انت كذا انت السوريين ما في واحد سوري الا نفسه يبزق على وجهك نفسه يغرق وجهك بزاق يعني يتف على وجهك لما تغرق كذا تنخنق من كثر البزاق قسما بالله لو احطك قدام السوريين لا اخر واحد سوري يبزق عليك يكون تكون مختفي من كثر البزاق ايش جبل عالة تهد انت جبل عالة تهد بالايلايل الايلايلر بالكحل بنحط الكحل قطر تهد جبل بي يا معفن يا معرس يا ابن الكلب شو ملبست بتحكي الناس جننتهم بتطلي ابيض اسود والماس كل مالك عم تتحلي وكل ما بتمشي على الارض بتهز امك يا ابن العرس امك يا معفن امك هذه امك ما بتصير تجيب عليها مشاهدات احنا كنا بنشوف ناس بيجيبها على مرتهم مشاهدات على ابنهم مش امهم هذا تعدى القانون هذا اكتسح المجال جاب امه نفسها عشان تجيب له مشاهدات يا ابن العرس هذه امك لا تظلك تبص فيها قدام الناس الى حبيب المستقبلي سكسك يزمي من الجميع لانه انا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو ما عندي سبحان الله لما قالت له كلب واشرت عليه يعني انت كلب انبسط كيف يا اخي اعطيها كفين علمها المراجل علمها يا اخي شيء مش لما تقول لك كلب تضحك كذا بتهينك انت على ايش تضحك عم تضحك على اهانتك ما هي بتقول لك كلب يا عرس اضربها سوي لك شيء امسك وانا حعمل اعمال بس مكلم بالزمه انت دماغك وحشه درمود يا عمي ضب حالك الله يرضى عليك ضب حالك لا تجننا معك الله يستر على نفسك يا اخي قسم بالله انك مهزله مسخره شوف قديش دقنا وقديش شنبك وقاعد تطلع تترقص على التيك توك يا اخي ضب نفسك
من تعرف ايش قصته هذا، من تعرف ايش ملته، جاي مع نفسه كده في زاويه التيك توك مسوي له حساب وقاعد يجري. يا اخي في شيء اسمه مونتاج، قص وانت لما تشغل الكاميرا ووقف هناك، وبعدين في المونتاج قص اللقطه وانت رايح فيها معطينا ظهرك، فاهم يا معفن؟ في شيء اسمه مونتاج، في شيء اسمه مونتاج. مشخص العرس، مشخص، جايب تضرب طقم بلزر ودنيو ومنطلون كابوي مشخص. بس يا اخي الهينة تشخيصها انك يا اخي قص في المونتاج، قص اللقطه وانت بتجري عشان ما تظل غبي قدام الناس، قص اللقطه. جوزتك يا نفسي للشيخ قليب، والمتقدم المهر سطل خاثر، والمتاخر سطل حلاوه، انتي الحزمرتي العيون العزاميه يعني مامبا. طبعا البنت واقفه زي المسطوله مش فاهمه ايش بيقول، قسما بالله لو فاهمه ايش بيقول لا تعطيه بالشبشب، لا تسحب الشبشب من رجلها وتقطع على وجهه، تقطع وجهه، تقطع وجهه بالشبشب. لي عزابيت سوريا، هاي جزتي بالمانيا، انا اتجوزت، هاي الفطقه الشقراء الفسطقه ما شاء الله، يعني خدودي خدود العروق مبينات، زهري معلم، يا ما شاء الله زهري 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 يا ابن العرس، زهري يا ابن الكلب. طبعا هذا نسمى نفسه شيخ، شيخ على نفسك، شيخ ما خلى بنت في شوارع اوروبا الا تجوزها، كل يوم طالع بحساب التيك توك متجوز واحده جديده. لو انت ودك تسوي عنه حلقه كامله المره الجايه، قسما بالله لقطع الشبشب على وجهك. يلا يلا طولك طولك يعشبني، كلك على بعضك تعجبني، ربط ولا خبيك اطعت بيكم والله طعميني جبني. طبعا انت شايب كبير ومعضل وطلعان عينك بس يا اخي اللي جذبني في الموضوع ايش الكحل اللي حط على عينك هذا، مسوي فلتر يا اخي، وانت قد شوف شنبك، قد شنبك طول كذا، شنبك طولي، لو تحط شنبك جنبي يطلع طولي، بس ما في هيبه، شنب على الفاضي، ما في هيبه يا اخي، ضيعت الهيبه باللي حط على عينك هذا كحل، مش عارف ايش بيقول، بيقولوا له كحل على الاغلب. ولك في شيء اسمه قصف المونتاج يا معرض، في شيء، لا تجنني لا تجنني، خلاص انا السلام عليكم.